Viva! السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه الرجاء يواصل إهدار النقط ويكتفي بالتعادل مع الكودام. وفرد النادي المكناسي التعادل على مضيف الرجاء الرياضي في المباراة اللي جمعته مساء أمس السبت بملعب العربي الزاولي لحساب جولة 9 منافسات البطولة. وبالعودة لتفاصيل اللقاء، دخل فريق الرجاء باحث عن الانتصار بعد تأثره الأخير أمام المغرب الفاسي، إلا أن محاولته باءت بالفشل، وكاد النادي المكناسي أنه يأخذ الأسبقية قبل نهاية الجولة الأولى بعد تحصله على ضربة جزاء، لكن لاعب خط وسط ميدانه عدنان برداد ضيع فرصة ذهبية لتسجيل هدف السبق، بحيث تصدى لها أنا زنيتي ببراعة. الجولة الثانية حملت العديد من الأحداث، بحيث دخل فريق الرجاء باحث على هدف السبق وأخذ المبادرة وزمام الأمور، لكن محاولاته افتقدت الدقة اللازمة أحيانا وسوء الطالع في أحيان أخرى. في الدقيقة 63 من عمر اللقاء كاد المدافع خفيفي أنه يحمل الخبر السار للجماهير الرجاوية، لكن سديتو رفض القائم الأيمن الحارس رضا بوناكا. وواصل الرجاء بحثو على الهدف الأول، لكن دفاع الكودام بقى متماسك ودافع على شباكه فيما تبقى من دقائق اللقاء. وجات كذلك فرصة للمهاجم عبد الرحمن السوسي بضربة رأسية، لكن كورتو ارتطمت بالعريضة. وإلى الحكام عبد المنعم باسلام على نهاية اللقاء بين الفريقين بالتعادل السلبي. هذا التعادل هو الثاني على التوالي للرجاء والثالث للمدرب سابينتو منذ قيادته للفريق الأخضر، اللي كيتوفر النصر حاليا على 12 نقطة في المركز الثامن مؤقتا. بن سلطان، كنا على درايه بنقاط قوه وضوء في الرجاء، هدرنا ضربه الجزاء لكن التعادل ايجابي بالنسبه لنا. واعتبر مدرب نادي المكناسي عبد الحي بن سلطان ان نتيجه التعادل اللي حققها فريقه امام الرجاء خارج الميدان كتعتبر ايجابيه، واكد ان المسار في الدوري مازال طويل وكل الانديه في نفس الكوكبه تقريبا على مستوى صبور الترتيب. وقال بن سلطان بصراحه اعلاميه بان نهايه اللقاء جينا من هزيمه وكنا ملزمين بعدم الخساره مجددا، كنا كنعرفوا نقاط قوه وضوء في الرجاء الرياضي حيت كيعتمد كثيرا على الاطراف. من جهتنا تحت لنا عده فرص من بين ضربه جزاء اللي اهدرناها وبرافو لأنس زنيتي. وزاد المتحدث نفسه التعادل خارج الميدان كيتعتبر ايجابي بالنسبه لنا، عندنا مجموعه منسجمه ولا فرق بين اللاعب اللي كيشارك واللي كيبقى في دكه البدلاء، الاهم هو انني كنحاول منح الثقه لكل لاعبين. وزاد مدرب نادي المكناسي الدوري الاحترافي مازال مساره طويل، ما كاينش فارق بين المركز ما قبل الاخير والمرتبه الرابعه الا باربع او خمس نقاط. سابينتو، طيلة مسيرتي لم أرى مثل الأربع مباريات الأخيرة التي خدتها مع الرجاء. وأعرب البرتغالي ريكاردو سابينتو مدرب فريق الرجاء على عدم رضا التعادل السلبي أمام نادي المكناسي برسم جولة 9. وقال سابينتو في ندوة صحفية لثلاث اللقاء، صنعنا الكثير من الفرص خلال المباراة، الفريق الخصم ما لعبش الكرة بل جا من أجل لعب كرات مباشرة. وتابع، حنا متأسفين جدا حيت اشتغلنا بزاف من أجل الفوز بهذا اللقاء، حاولنا صنع الكثير من الفرص السانحة وأنا زنيتي تصدى ركلة جزاء الخصم. وختتم سابينتو حديثه بالقول، طيلة مسيرتي ما عمرني شفت بحال هاد الأربع مباريات اللي خدتها في الفترة الأخيرة، مرينا من كل السيناريوهات سواء البطاقة الحمراء، ركلات الجزاء اللي تم التصدي لها واللي أضعناها، والفرص السانحة للتسجيل والأهداف اللي تسجلات علينا في آخر الدقائق. اجتماع عاجل مع سابينتو بعد النتائج السلبية، وأخبر عادل هالة رئيس المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي أعضاء المكتب أنه قرر عقد اجتماع تقني عاجل مع سابينتو مدرب النادي للاستفسار على سبب تواضع النتائج في الدورات الأخيرة. وقرر هالة والبقيلي بصفته المسؤول على الفريق الأول الاجتماع بسابينتو بعد فشله في تحقيق أي انتصار منذ إشرافه إلى تدريب النصر الخضر قبل أربع دورات. وزاد الضغط على المدرب البرتغالي والمكتب المسير بعد التعادل أمس أمام نادي المكناسي، إذ كتعتبر هذه المباراة الرابعة اللي ما نجحش خلالها سابينتو في تحقيق الفوز رغم استقباله الكودام في ميدانه أمام جماهيره. ومنتظر باش يستفسر هالة والبقيلي المدرب سابينتو على أسباب تواضع النتائج وعدم نجاحه في تحقيق أي انتصار مضيع على النصر الخضر نقاط كثيرة، إذ حصل الفريق على 3 نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة، إذ كتبقى احتمالية إقالته واردة في حال تحقيق نتيجة سلبية أخرى في الأسبوع المقبل أمام مغرب تطواني.
الجيناني تعرضت لحملة وروجوا ضدي إشاعات كثيرة. وأكد عبد الكريم الجيناني المدرب المساعد السابق لفريق الرجاء خلال مروره ببرنامج مع محمد أمين واللودي على أنه تعرض لحملة كبيرة وتروج ضد إشاعات كثيرة. وقال جيناني: ما عرفتش مصدر الحملة اللي كتلاحقني، تعرضت لمجموعة من الإشاعات. بحسنية أكادير كانت عليا حملة قبل تولي المهمة وما استمريتش تما سوى 6 مباريات. تعرضت الحملة أيضا رفقة الدفاع الجديدي وفي الموسم الحالي رفقة الرجاء. ما كنعرفش السبب، ربما بسبب شخصيتي وطريقتي في العمل. كاين عدة أمور متداخلة وكنعتبرو شيء عادي في عالم كرة القدم، حتى حاجة ما كتفاجئني وما كيهمنيش المسؤول على الحملة. وبخصوص فتراته بالرجاء قال جيناني: فضل الرجاء كبير على مسيرتي الكروية. بعد رحيل زامباور كان إشكال غياب المدرب قبل السفر لإجراء معسكر بتونس. اتصلوا بي مسؤولي الفريق الأخضر ووافقت والحمد لله أنجزت المهمة لغاية مباراة ضد الزمامرة. يشال أن حصيلة عبد الكريم الجيناني كتبقى الأفضل رفقة الرجاء، إذ نجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية، بينما حصل المدرب السابق سفيكو على 0 نقطة في مباراتين وسابينتو على 3 نقاط في 4 مباريات. بوزوق يفقد 100,000 أورو من قيمته التسويقية. وشهدت القيمة التسويقية للاعب الجزائري يسري بوزوق نجم فريق الرجاء تراجع وفق الموقع ترانسفير ماركت المختص بتقييم أسعار اللاعبين. وتراجعت القيمة التسويقية لبوزوق وفقا لآخر تحديثات الموقع من 2 مليون يورو ل1,900,000 أورو. هذا وتمكن بوزوق من تسجيل 3 أهداف في الدوري الاحترافي بعد مرور 9 جولات من بداية الدوري، وكانت في شباك كل أولمبيك أسيو واتحاد طنجة. لكن باقي المباريات تراجع مستواه بشكل كبير، مما خلاه يتعرض لانتقادات كثيرة من طرف جماهير الرجاء، مع العلم أنه كان هداف البطولة في الموسم الماضي برصيد 14 هدف، وكان عنده دور كبير في تتويج الفريق في ثنائية الدوري والكأس. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.